اليوم معنا سمير الزين co-founder of نيوتيك. مرحبا. أهلا. كيفك سمير؟ تمام. كيفك أنت؟ سمير نيوتيك هي trading platform. هتخبرنا أنت أكتر شوي عن 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 شو نيوتيك. أنت ستارت اب بالفينتك. خبرنا شوي شو نيوتيك. نيوتيك مين نيوتيك؟ نيوتيك هي بلاتفورم بيقدر يفوت عليها تريدرز او الناس اللي بيحبوا معهم شويه مصاري وبيحبوا يشغلوهم بالماركت. اليوم انك تشغل انت مصاري بستوك ماركت تشتري وتبيع هو تشالنج كتير كبير، لانه كل يوم بدك تشوف وين الفرصه. لتشوف وين الفرصه بدك تعرف كل شيء عم يصير بالماركت بالنيوز، كل شيء في شركات شو طلع منها شو نزل شو تغير بالفاندمنتلز شو في ايرنينجز ريبورتس وهالخبريات. هيدا راسنا لحاله صعب يعمله، ونجي نحنا نعمله كل الكودينج كل البروغراماسيون لنقدر نفهم شو عم يصير كالجوريتميكس كتير كمان طويل. هون نيوتيك بتقدم لك السوليوشن، انه انت بيصير عندك بوت شي مثل الفيرتوال روبوت that will assist you ليعمل لك كل الاناليسيس للماركت بالليفل تبع الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي بدون ما انت تعمل اي كودينج. هيدا يونيك فاليو بروبوزيشن اليوم عم تقدمه نيوتيك لكل حدا بده يشغل مصيرته بالبورصه. بيقدر يفوت على نيوتيك ويا ينقي واحده من الاستراتيجيات اللي نيوتيك حاططها للتريدينج بالماركت اللي هي بيزد على الاي اي الارتفيشال انتليجنس، او هو يصنع يعمل ادابتيشن كوستمايزيشن ل الاي اي بدون ما يكتب كود ليعمل اوتوميتد تريدينج. يعني بياخد تريدينج استراتيجي بيعمل لك كليك بيكون حط مصرياته عند البروكر، بتصير كل يوم بتتحكم هي نيوتيك ب او البوت اللي هو صنعه عمليا عمل له كوستمايزيشن على طريقته كيف هو بيحب يعمل تريدينج، وبتصير بتشتري وبتبيع كل يوم. هو بس كان سيت باك and then watch his portfolio being populated the way he wanted. انا شخصيا جربت نيوتيك قبل هالانترفيو، وربما يعني قبل بكتير من هالانترفيو. اول مره سمعت عن نيوتيك كنت شوي لانه كل الفينتك اندستري اليوم عم تحكينا عن نيوتيك، وكنت حابب اجرب. وشفت انا البارت اللي حبيتها اكثر شيء هي تقدر تعمل تريدينج تيست للتريدينج ستراتيجي تبعيتك، سيميوليشن للتريدينج ستراتيجي تبعيتك. انا ماني بروفيشنال تريدر، واكيد يعني اذا بدي اعمل بفضل اعمل سيميوليشن قبل اقدر اشوف شو حيصير فيه ريزلت. فيك تخبرنا شوي اكثر على هيدي البارت؟ 100%. لكن قلنا انه نيوتيك هي بتعطيك البوسيبيليتي كابابيليتي تو يوز اي اي ان ا كاستمايزد مانر. هلا قلنا يو دونت نيد، ما ضروري انت تكون بتعرف تعمل كودينج او الاي اي البيج داتا اناليسيس لا تستعملها، بس هلا انه المينيموم انتويشن عندك انه كيف بدي نقي انا بوت يعمل لي تريدينج، على اي اساس نقي. اهم طريقه بتبعوها كل البنوك العالميه يلي بيفوتوا بالتريدينج والهيدج فاندز واللي بده يعمل والتريدرز اللي هن ادفانسد وانستتيوشنال بده يعملوا مصاري والميوتشوال فاندز، هو انه بيعملوا تيستينج للمودلز. وكيف بده يعملوا هالتيستينج؟ بده ياخذوا هيستوريك داتا اند ذن انسر ذا كويستشن وات اف I have done 1-2-3 strategy. لو أنا كنت باخد الهاي ماركت كاب وأنا التارجت جين تبعي 5% بكل ستوك وبقبل ستوب لوسز بوقف اللوسز تبعوني عند 2-3% مثلا، وباخد السيكتر مثلا باخد هيلث كل سيميوليشن ومرقت على 3 سنين لورا أو 4 سنين أو 5 سنين خدت هل assumptions هدول كانوا بيربحوني مصاري ولا لا. هيدا كتير حلو كأنسر بتعطيك يا نيوتيك، انه انت فيك تعمل تيستينج لهالبوت على هيستوريك داتا، منك مضطر تاخد assumptions وتجربهم بمصرياتك لقدام. خليك شوي تجربهم على هيستوريك داتا ليالي منه خبير بالفيلد. اول شغلة بفوت على نيوتيك فيني ابني السيموليشن اللي بدني اياها بيست على كل الداتا اللي انتو اخدينه. فيني ابني انا سيموليشن مثل انا بدي اياها، يعني اقول بحط 20% على هيدا الستوك على هيدا التايب اوف كومبانيز اتسترا، بعمل سيموليشن تبعيتي على البيريود اللي بدي اياها، بتطلع 5 سنين لورا طب لو كنت عملتها شو كان صار، من سنتين شو كان صار اتسترا. اول ما عملت السيموليشن تبعيتي
صار عندي فكرة ربما أحسن على هل الاستراتيجي تبعيتي منيحة أو بدها تحسين. بعدين شو بيصير كده؟ بتقلي فيك تعمل دايركت لينك مع البروكرز؟ صح 100%. كمان في جواب على قصة إنه إذا بدها تحسين شو بعمل؟ بحسنها، برجع بغير الأسومشنز and then I run again and test again. That's very important. فيك تجرب 10 20 30 strategies and then pick the best. يعني في عندك set of strategies نياتك حطوا لك إياهم، أو أنت you can adapt one of these or تخلق تبعتك من zero. كل هالpossibilities هن موجودين. بعدين شو بيكون صاير؟ هو typically أنت trader وعندك مصرياتك هن عند البروكر. نحن عم ناخد المصريات، نحن ما نحن منا بروكر ومنا licensed as brokers. نحن الميديوم يلي حيتحكم يعطيك هالintelligence هالsoftware هيدا يلي that will act on your account على البروكرز account تبعك. انت عندكم لينكس مع بروكرز ونحن كونكتد على هلا 5 بروكرز اوكي موجودين باليو اس. واحد منهم هو انتر اكتيف بروكرز يلي هن عندهم 17 مليون اكتيف اكاونتس، وفي عندنا كولكتيف 2 اللي هو ميديوم بيننا وبين هول الخمسه بروكرز اوكي. ونحن هلا طلعنا جوينت بريس ريليز من اسبوع، ما بعرف اذا بعثت لك اياها، مع كولكتيف 2 قريتها. ايه كولكتيف 2 يعني الحمد لله عملونا كومبليمون كتير مهم، اعتبروا انه نياتك هي بتعطي ادج والفا لكل تريدرز الفا، يعني بتعمل له ريتيرنز مهم. فمشان هيك هن يعني عملنا هالبارتنرشيب سموها بيننا وبينهم، انه يقدر كل تريدر من عنا يقدر يمشي هالبوتس تبعونه على البروكرز تبعه من خلال الكولكتيف 2، وهن عندهم 120 الف تريدرز كاستمرز. أكيد اليوم يعني بفتكر أنا ماني خبير بالدومين، بس بفتكر في هل في غير بلاتفورمز مثلكم؟ هلا الكومبيتيشن اليوم نياتك خلقت بالأساس، كنا عم نحكي مع عن حدا من الأنجل إنفسترز يلي موجودين، ونحن أكيد ما منتطور إلا من خلال البرين ستورمينج. فاليوم نياتك ما قلدت حدا، اليوم أخذت هي بوزيشن. يعني من سنتين أو سنة ونص كنا أول ما عم نبلش وعم ناخد فاندينج، إذا بدك أول فاندينج عم ناخده من الأنجلز، فكان الإكزرسايز أنه أوكي الكومبيتيشن اليوم خلينا نشوفوا شو بيعملوا ونحن أي بوزيشن بدنا ناخد. فاليوم الكومبيتيشنز هني فينا نعطيهم 2 أكس. أول أكس هو اللي بيعمل لك AI بدون ما بلاك بوكس، بدون ما تعرف شو في بقلبه، بيعطيك بس سوليوشن، بتقول له AI شو لازم اشتري اليوم as stocks، بيقول لك هدول وهدول. ليش؟ لأنه الفورمولا عندي بتقول هيك، ما تقول لي كتير ليش. أوكي. في أكس تاني بيعطيك بلاتفورم اسمه مثلا Quant Connect أو Quantopian، هدول direct competition. بيعطيك بلاتفورم في عليها داتا وفي عليا فيك you can program. إذا بتعرف تعمل programming في كل بدها coding في كل الماركت داتا والهيستوريكال، build your own formula إذا بتعرف تعمل python coding. أوكي طيب هون أخذنا نحنا البوزيشن إنه أنا بدي شيل منك البردن تبع الكودينج وبدي زد لك الاي اي. أوكي بدون ما تكون تعرف اي اي بدي أعطيك يا بونس. يعني انتو جايين مع ريال فاليو بروبوزيشن اخر نهار اليوم، عم بتسهلوها كتير للبوتنشال انفستر 100%. كمان اجمالا اليوم بتعرف في هايب كبير اباوت اي اي، والاي اي عم يتدخل بكل شيء بدون ما نعرف. يعني اليوم بالفيسبوك الفيشل ريكوجنيشن عم يصير، فعم نستعمل. يعني ما بيقول لك از ذس يو از ذس يور فريند، بيذكر لك اسمه عن جد فيسبوك حطيت لي كذا وعرفته. هذا كله عم يشتغل على الاي اي. جوجل نفس الشيء صار بيعرفنا، جوجل بيعرف وين رايحين، حتى صار بيبعث لنا اليرت انه صار لازم تروح لانه المشوار بده ياخذ معك ساعتين. كثير منيح. في شيء إسه ما صار على صعيد الـ AI that everyone to customize AI to their needs. أنا بخليك اليوم نياتك أول مين أو من الأوائل، مشان not to overclaim، من الأوائل اللي عم يعملوا democratization of AI where people can customize the use of AI to their needs. بيعبوا فورمولير بدل ما يقعدوا يعملوا له بروجرامينج. اكيد كل حدا في يعمل له كاستمايزيشن اذا بيقعد بيعرف كل البيج داتا اناليسيس وبيعرف كودينج، ولكن نحن عملناها مسهله بهالاتجاه. شو البزنس موديل؟ كيف تعملوا مصاري اليوم؟ نياتك في عندها 2 فاليو بروبوزيشنز. واحد هو بي تو سي
بزنس تو كاستمر، وفي واحد هو بي تو بي بزنس تو بزنس. طيب فنحن بنروح بالريتيل بنبيع للتريدرز، نحن بس بدنا سبسكريبشن انيوال في اون افريج. في عنا فورمولا موجودين هن بالبرايسينج عنا على الويب سايت، وفي الواحد يشوف كيف البرايسينج بيصير، بس اون افريج نحن الكونسومشن لازم تكون بتقريبا 400 دولار بالسنه لكل تريدر. يعني اذا حدا عم يحرك بالماركت رقم معين بده يعمل جين معين بيعمل هالحسابات هيدي من قلب اللي بيدفعون. وعاده التريدرز الانديفيدجوال تريدرز بالقليله باليو اس بيدفعوا، نحن التارجت كاستمرز اكثر شيء هن يو اس ويوروب، في كمان يمكن من الريجنال هون بس هن اكثر عم يكونوا من يو اس ويوروب، يمكن لانه في ثقافه ستوك ماركت موجوده من زمان عندهم. فبال بي تو سي تقريبا التريدر بيدفع ب 18000 دولار بالسنه عندهم، لما يكون هو مش بس هيك حدا عم يتسلى بالتريدينج بس انه اخذها سيريس، ايه بس مش انستيتيوشنال، انستيتيوشنال لسه اكثر. هلا بالبي تو بي هيدا الانستيتيوشنال، كمان في عنا هيدا كيف نعمل مصاري، هو انه هلا في عنا بيج بانك بلبنان هلا عم نحكي عم يحكي معنا، في هيدج فوند انكور عم تتاسس كمان عم تحكي معنا، في ريجنال بروكر عم يحكي معنا. هيدول كل ديل لحال هو بالحقيقة اللي عم ينطرح هو هاو نيوتك، لأنه صار عنده خبرة AI for fintech وال market data وال financial data analysis. هيدا الفيري يونيك هلأ صار ك experience قوية عند نيوتك، فبيجوا بدهن how to add a layer of AI to their own analysis. So they want to, they have, يعني في عندهم طريقة analysis معينة يعني فوتوا فيها على الماركت وهني professional already، بس نيوتك في عندها know-how بالAI specialized بالفينتك وبالfinancial data analysis that they can buy or start a partnership together. سمير انتو كم co-founders؟ كم founders؟ هلأ اعتبر يعني على انا الفاوندر وفي ثلاثه فاوندينج تيم من حولي، وفي عنا ثلاثه انجل انفسترز، وفي عنا سبيد اكسلريتر. كل هدول انا بحب سميهم فاوندرز اللي اخذوا الريسك الاولاني. سمير اخذ شوي هيك اذا بدنا، وهذا كمان كتير انترستينج وهالانترفيو كمان سمارت توك تي في هي لنساعد كل الانتربرينورز اوت ذير، اخذ شوي اذا بدك عملتها هيك مثل ما بيقولوا بالانجليزي باي ذا بوك، يعني جبت الانجل انفسترز فت باكسلريتر أخذت funding من VC. خبرنا شوي هيك عن هالإكسبرينس، يعني كيف عشتها وشو عندك advice لكل هالأنتربرينورز اللي عم يسمعونا اليوم اللي بحب يحضرونا اليوم. كتير منيح. أنا بالحقيقة بحب كتير أحكي مع أنتربرينورز من حولي، لأنه أنا تعلمت كتير من الأنتربرينورز يلي من حولي اللي سبقونا واللي هو عددهم قليل، كنا نروح ندور عليهم وناخد رقمهم وصير أنه استحي لأنه عندي كتير أسئلة وما بدي أخد كتير من وقتهم، هن ما قاعدين عم يحكوا مع 4 أو 5 في سيز وأنا أطلع عليه لك بدي نص ساعة مشان أسألك كيف بيحكوا مع الأنجل مشان مدري شو how to propose the value proposition أو جيب هالأجوبة على الأسئلة اللي مريت. ف اليوم هي بلشت نيوتك كفكره من فتره قبل يعني ما توصل للانجل ستيج والاكسلريتر ستيج، فهي بلشت لحالي. هو بالحقيقه بلشت بدومين انا عم بعمله، يعني انا عامل بي اتش دي بكوانتم فيزيكس وسيموليشن لاتومز وموليكولز، هلا جينا نعمل سيموليشن ل الفاينانشال ماركتس. هلا هو يعني الدرايفر كان حقيقه الطمع بالربح بكل بساطه، لانه يعني عملنا شي 20 ببلشت بيبرز وامباكت فاكتور وهذا صار تقريبا بابليك والجامعات عم تستفيد من اسمها عم ينذكر والببلشر عم ياخذ مصاري للي بيقرا لهيدا، بس انا ما عم يطلع لي رويالتيز من هالشغل. فانا حبيت يكون شغلي لي وانا اللي استفيد منه اول شيء، ومع جروب وتيم حولي طبعا. فمن هون بلش الدرايف من أكاديميا للأنتربرينورشيب. إجا فوا أنه أنا تريدر، أنا من زمان بتعرف عم نشتغل وشايلين شوية مصاري على جنب. أنا بالضبط يعني addressing those who are now where I have been like 6-7 years ago، أنه عم بشتغل وعندي شوية مصاري على جنب، البنك ما هيعطيني من فوق. هلأ أوكي أمريكا وأوروبا غير البنوك اللبنانية، بهونيكي ماكسيموم بتاخد لك شي 2% بالسنة. كيف جبت أول investors؟
الانجل انفسترز من وين جبتهم؟ كيف جبتهم؟ كيف تعرفت عليهم؟ ايه اول شيء عملنا برودكت، يعني انا والانيشال بيبل هو وركت وذ مي هن فريندز وفاميلي وناس سبورتينج وهالخبيه. اي شغله مهمه لكل اللي عم يسمعونا، طلعنا برودكت اولاني يا بروتوتايب، ورجي شيء يعني شوي، وكمان ورجيت انه انا عندي باك جراوند كثير قريب، يعني مثل ما هلا عم اقول لك انه انا بعمل كمبيوتر سيميليشنز وانا تريدر، أم أنا هلأ عم بعمل computer simulations للتريدر، هذا البزنس ركب هيك من components أنا مارق فيهم. هذا كتير مهم، يعني مرة في حدا كان عم يقول لي أنه أنا بدي أفتح صالة أعراس كهيك، بدي أعمل صالة أعراس وهيدي شركتي وهيدي كذا. قلت له أنت قبل هلأ عامل شي عرس organized شي عرس لحدا؟ قال لي لا. قلت له طب أنت تزوجت يعني قبل هلأ أنه فيت عرسك كذا؟ قال لي لا. قلت له عادة بتروح على كتير أعراس وتشوف؟ قال لي لا. قلت له طب ليه بدك تفوت بهالبزنس؟ مين اللي قال لك حتقدر تكون عن جد innovative وتفهم تو سولف؟ آه بدك تكون من قلبه. هلأ كمان لأنه من قلبه للدومين، كان البروكر تبعي لما جيت على لبنان حكينا مع بروكر، بعت له لنا امبلوي إجا على طرابلس حكينا معه، وهيك بلشنا الأكاونت بلبنان. بعد شوي عرف هيدا الامبلوي انه انا عملت اول بروتوتايب، قال لي ليك انا المانجر للبروكر للبروكرج فيرم اللي، قال لي ممكن يكون مهتم كتير بهالموضوع اللي انت عم تعمله وخليني اعرفك عليه، وهيك بلشت. وهيدا هو اول انجل انفستر اللي هو عرفني على التاني، ورحنا قعدنا معه ببيته للتاني اللي هو انت بتعرفه، وبعدين هن عرفوني على تالت انجل انفستر، وهن اللي صرنا نفكر مع بعض، صرنا تيم. they were in هلا، حابين شافوا البوتنشل، هن من قلب الفيلد. سمير قدي لأنه شغلة كتير بسمعه، نحن وأنا كأنتروبرنور وكأكسيريتور كتير بسمعه، كتير عالم بيخافوا يروحوا عند الانجل انفستر خوفا من أنه بيسرق لي فكرتي وبيعمل لي فكرتي. أنا بعرف الجواب بس خبرنا شوي على 100%. وبعرف انك تعرف الجواب، وحابب اعطي هيك تو سنتس تبعوني لانه مرق معي كتير. يعني صح. انا بحكي مع الانتربرينورز، انا ممبر بتريبولي انتربرينورز كلوب، والانتربرينورز دلوا من حوالينا وعم يسالوا كذا كتير بتمروا، وخصوصي بلبنان في عنا ازمه ثقه بلبنان. هلا انا عشت بفرنسا وعشت بامريكا بالمانيا، ما عندهم ازمه ثقه، بيحكي عن مين هو وشو هو وكذا وسافا ماشي الحال، انه كل واحد مشغول بحاله وما حدا حيجي يحط حطاي لانه عارف وين انا ساكن مثلا او شو اسمي بالضبط مع اسم العائله، سواء كل واحد مشغول. بلبنان في شويه خوف من هالموضوع، يمكن بثقافتنا شوي بنعتبر انه الاخر ممكن يستعمل اي نولج بياخده مني ضدي او كذا. اجمالا كل الناس بهالميليو عن جد كتير مشغولين، انا شفت اكتر واكتر، يعني اوقات يعني بحكي مع انتربرينور بيكون عم يستشيرني بشي بدي اقول له هيك نصيحه، بس بقول له انه شو فكرتك بالضبط؟ قال لي والله لك ما معي مشغول دقايق مشغول وشفت انا ما معي 3 دقايق، وانا عم صير ادفايزر لستارت ابس، يعني اذا شيء انا مشغول فيهم التانيين وباخذ منهم شيرز وبمشي معهم بفورمولا عن جد، ما وما حالعب ولا حلوس اسمي ولا حدا من الانجل انفسترز او حدا من قلب هالميليو. صح صح عن جد انا اللي قابلتهم سوبر بروفيشنال لما عم يحطوا قرشهم ان. هلا اوكي بالنهاية الانجل عم يطلع بده يشوف الايديا ويشوف الشخص، يمكن ما يشتري الشخص او يمكن ما يشتري الايديا، بس اذا بيشتري الشخص وما بيشتري الايديا بيجيب لك ايديا تانية، يعني انت عندك ربح اكتر انه تصير كونكتد وتظهر انه انت حدا مرتب كويس خرج يعرفك على ناس، ولو الايديا ما زيادة هو حيفهم عليك انه انت اكبر من انك تعمل هاي الشغلات الصغيره، هو بيجيب لك الاشياء المرتبه، لا تخاف، روحوا اوبن اب. وهذا كتير مهم هلا نحكي عن النتوركينج. ليك انا اللي عم شوفه هلا ثاني صغير وشركتي صغيره ستارت اب صغيره وعم نكبر، بس اللي عم اشوفه اتس ا لوت اباوت نتوركينج، ا لوت اباوت هو يو نو اند هو تراستس يو اند اون هو ديسكفرد ذات يو ار سمثينج سمبادي، عندك شيء عندك طاقه ليروح يحكي فيك بميليو مهم. وخصوصي بلبنان اليوم ما عنا إسا الإيكو سيستم المرتب لتروح مثل سيليكون فالي، بتروح بترافق زوكربيرغ ولا بترافق لك شي حدا هيك مارق على ملايين دولارات وكيف حركه وخسر شوي وروح شوي، فأي ما عنا كتير إكسبيرينس، فنط عليهم جمب على هالأشخاص اللي هن potential angels potential partners. take the opportunity عبدالليه take the opportunity yes through networking تفتح opportunities yes
know your product اللي قلت لي اياه قبل تعرف طبعا بيلد اكزامبل عرس اعمل يعني شويه بروف يا يكون عندك باك جراوند يا بيلد برودكت انت كفيت بيست على هول درت لهم اول انجل انفستمنت فتع اكسلريتور اللي هو سبيد كيف كانت خبرتك باكسلريتور هلا هون من خلال الانجلز من خلال الاكسلريشن هو الوعي هو الاويرنس Where am I at? What it is to build a business? أنا جاي من أكاديميا. جاي كنت موظف وكنت أفكر بأشياء مهمة وطلع. هلأ عم بتحول لأهمية العلاقات، أهمية البيع. شو معنات بيع؟ مين هو زبوني؟ How to define مين هو زبوني؟ وهالخبريات. وهالأشياء اللي سألتني عنها كيف أنا كون بعرف شو اللي عم بيعه بقديش لمين؟ الفاليو بروبوزيشن وين الديستنكشن تبعتها؟ كيف أحكي مع انفستر؟ هيدا كلياته كان بالاكسلريشن بيريد الاويرنس والوعي عن هالموضوع في طاقه مهمه في قراءه في لغات في سفر في اويرنس على كتير شغلات هلا في الاويرنس عن البزنس هاو تو بيلد ا بزنس والنتوركينج اللي بقلبه والناس اللي بتعرف عليهم وحقيقه يعني كتيم وكل اللي عرفونا عليهم من خلال سبيد ما هو سبيد كمان من خلاله وصلنا للاكسلر الى الفي سي هلا بنحكي يعني على يعني اول ميتينج يعني كمان انه الاكسلريتر بيوصلك ل يعني انت اليوم تعتبر الاكسبيرينس تبعيتك باكسلريتر فدتك كتير يعني بعتقد انا اني ما بدي احط احتمالات كتير بيسيمست بس بعتقد كان صعب نكمل بدون اكسلريشن بدون هالوعي اللي اخذناه من خلال الاكسلريتر وصلت ل اخذته مصاري كعملته اول راوند اذا بدك في سي خلينا نسميه في سي راوند مع ام اي في بي 100% خبرنا هالإكسبرينس تروح عند الفي سي لأنه إكسبرينس أوقات بتخوف الكل بتاخد وقت صعبة نيغوشيشن صعبة وأكيد ما بتصير بفتكر مع أول في سي يعني بنقعد مع كتير في سيز باين على وجهك خبرنا شوي I can see pain in your eyes I can see I live the pain أكيد ليك هي قصة ليش أنا حكيت عن الأكسلريتر كوعي لأنه عم يتدرج الوعي صرنا بلشنا علاقات البزنس مع الأنجلز بلشنا علاقات البزنس هلأ مع أكسلريتر أكسلريتر استيتو حاضن شوي هلأ في سي هون بقى والأنجلز سمعيني هون أنجلز لأنه كمان محتضنين كتير يعني بيتحملوا بيشوفوك عم تتعامل مش كبزنسمان البيت تبعون عليك حتصير بزنسمان وحتكون بزنسمان مهم مع الوقت شايفينك good potential تتحول لحدا بيقدر يحمل مصاري يدير جروب تيم من حوله يبيع كمان جروب أشخاص يسمون الكلاينتس وبعدين يبيع كمان يبيع فكرته والكمباني كله والجروث تبعه لفيسيز أو لبوتنشل بيج انستيتيوشنال انفسترز هلا هون وصلت لعند الفيسيز عمليا بلشت هالبويب وبتبلش تحكي معهم وعيك لازم يكون قطع 70-80% أنت قاعد هون عم تطرح مصلحة كبيرة ما بقى عم نقول فكرة وبدي ابني وبدي عمر وصدقوني حأوصل لا هون بدنا نحكي بقى يعني بزنس ويكون بقى البيتش تبعنا صار كومبليت صار ما بقى في سؤال ما عليه جواب أو ما فكرنا فيه أو ما عملنا brainstorming عليه قبل مع angels أو مع التيم أو مع potential customer سأل عن شيء be prepared بس ما في شيء بيخوف ليه لا تخاف بالعكس ليك بالنهاية نحن هون بقلب هالإيكو سيستم الصغير أصلا الـ VCs عندنا بلبنان معدودين وبصيروا بيعرفوا يعني بصير إذا واحد عارفك الباقيين بيعرفوا إنه هيدا عارفك فعمليا يعني مليو صغير وكمان إذا ما لقوك خرج ما هيكحشوك اللي حيصير إنه حيقولوا لك إسا حيعطوك نبذة احتضان اللي هي إسا جهز حالك أكتر بس هيك فسفا إنه إذا قطعت بكذا مرحلة وخصوصي بالأكسلريشن أو بلشت تبيع شيء وبلشت أنت مرقت بأنجلز في مين آمن فيك فهذا هنت منيح إنه الانفستمنت كوميتي بقلب فينشر كابيتال كمان واحد 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 ورا الثاني ممكن يامنوا كمان فيك اذا ما حدا هسه لهلا امن فيك جرب حظك ما حدا قال لا اذا بزنس تبعك بلش يعمل ريفينيوز وانت لحالك او انطلقت كان معك بوت سترابينج مصاري منيح وصلوك على ادفانسد بيريد ووعيت انه انت بدك للجروث ما بيمشي بدون ما تو انجكت مور كاش كثير منيح كمان روح لعندهم
واسمع منهم وشوف يمكن ينصحوك يمكن يوصلوك لستارت ابس تانيين. بس ايه بدك تروح وتسمع بتعمل هوم ورك. انا عجبني كتير بقصة الفي سيز انه مثلا رحنا عند في سي معينة ما حنسميها لحدا طلب منا هوم ورك انه مثلا شف لي انت, وهذا كان طلب كتير ذكي وما بعرف ليه ما خطر له يعني من قبل, انه شف لي اذا بتاخد بوت من هول التريدينج ستراتيجيز تبعونك بال2008 بنعرف نحن صار بلاك سوان واشط الماركت, اذا بتاخده على اللونج الون يعني هو تاخد بوزيشنز على الاب ماركت تقدر تلقوت من قلب هالداون ماركت مين ان اللي كان ستوكس اللي كانوا عم يطلعوا بيقدر يعمل هيك. شوف التشالنج ما اجمله وقديش ذكي وقديش اذا يو فيس ذس تشالنج اند كروس ات you have proven yourself to, yeah, to your own self انه مشي الحال, وthen you have a very you build confidence yes and arguments for questions. لانه هي حذر وين رجع هي في سي طلبه مني من شي 6 شهور وعملنا له اياه وجبنا الهوم ورك ورجعنا كيف بيكون الترند وكذا. رجعنا عم نحكي مع بيج بنك بلبنان وهو ريجيونال يعني كتير انفستمنت بنك, سالوا نفس السؤال بس كان هون الجواب جاهز, ما كنت بدي اقول له بشوف لك اذا كان الجواب جاهز, قلت له هيدي بتعمل 1 2 3 وهلا اعطيته دغري الارجيومنت. بتبني بنك خبره يعني يا فالفي سي فينا كمان نشوفه من هالوجه النظر. بعرف اذا سامع حدا عم يحكي عنه يعني في سي منه بس دق الباب وبدي مصاري, لا هي علاقه بزنس وبيلدينج كونفيدنس وتكون بيلدينج تراست بيلدينج تراست لانه الاشخاص بالنهايه مين الفي سي عدة أشخاص بدون يوثقوا فيك, بدون يشوفوا potential وsparkle in your eyes وبدون يشوفوا حدا كتير honest كتير honest لما يتوا المصارية. كيف relation اليوم مع MEVP مع هالأنجلز الستركتور يعني بهالبورد آخر نهار لأنه أكيد أساس بورد وأكيد في حد بيمثل الأنجلز وفي على الأرجح MEVP بالبورد وفي الفاوندرز كيف العلاقة اليوم يعني الواحد يعيش مع يعني أوكي لميته المصاري واحد يعيش مع الفي سي. نعم هلا أنا بس لكون واضح إنه إحنا terminating يعني أخذنا إذا بدك part of the investment. أوكي. terminating the shareholder agreement وال. Next interview. فنحن نازمك نحكي فيها. إيه ما قطعنا إيه يعني إذا بدك. يا نحن هلا على علاقه كتير قريبه لانه اخذنا اول بارت من بلشت قصه ترانسبيرنسي بشو عم يصير بالفندز مع ام اي في بي ويعني عمليا اتفقنا على مين هو البورد وكذا بس هول البورد ميتينجز الاكام اول مقسمه مسار. طب خليني انا اسبق البورد ميتينج واسالك وين نيوتك بعد 5 سنين. نيوتك اليوم إذا منتطلع بهالبوتنشل يلي عندها كبنية AI locally للفينتك adapted اليوم بشوف أنا الopportunity بالAI منها أنك تستخدم AI وهي منه بس كلامي ولكن إجا عليه confirmation حديثي من حدا بانترفيو على بلومبرغ ما أتذكر اسمه بس حدا من الكبار يعني انه اليوم اهميه الاي اي مش انه تيجي تستعمل هدول التولز تبعون جوجل ولا شو عم ينحط ببلاش من بايثون او غيره ولكن انه to find an adapted solution in a specific vertical and claim that I solved it here and my solution is adapted here. اللي حلو بنيوتك انه عملت هالخطوه هاي بالضبط, عملت اي اي solutions that's adapted for fintech data. فأنا بشوف لقدام اليوم نيوتك بالvalue proposition تبعيتها عم تقول أنا بعطيك tool بيعمل لك شيء منسميه technically back testing, so you test on historic data your ideas before making a decision, right? I'm assisting you in making daily decisions and then I will assist you every day. في عنا شيء اسمه هي ما حكيناه عن البرودكت قبل بس انه بعد التستينج على الهيستوريكال داتا في تستينج لايف في مرحله تانية من التستينج هي لايف على الريل ماركت بس with fake money right so real market and fake money ما عم تخسر شيء بس عم تجرب هالبوت هذا اللي انا بنيته منيح وعم تشوف day after day validation live that what I have built was really good. كثير بعدين اخر مرحله بتحط مصرياتها. شو ممكن هيدا يتحول لشو هذا الفكر؟ هيدا الفكر بيتحول لأنه بتصير نيوتك a giant worldwide بيعطيك كل
virtual reality that will help you testing decisions in several fields or any field. هون قلنا فينتك ممكن يتحول لشيء غير هيك. إذا تزوجت من لبنان ولا من خارج لبنان أحسن ولا ما أحسن، بعمله هيستوريك تيستينج بدل ما جربه. فيك تجرب زواج غير ما تزوجه من هلا، تعمله من هلا لخمس سنين أو من هلا لثلاث سنين. هون بيصير بيعطيك احتمالية. يعني أنت عن جد شايف نيوتك ك recommendation artificial intelligence assisting and decision. Making decision and making yeah. وبعدين في عندك شيء live testing بهو augmented reality، بتصير بتعمل كمان testing live بدون ما أنت تعمل أي ريسك، بس عم تجربه لايف داي أفتر داي كأنه عم يصير هذا. بعدين تعمل ديسيجن اللي عم تاخد فيها ريسك، فيك تشوفها على تاكم ديسيجن لتبلش ريسيرش بمكان معين، لتبلش دراستك بجامعة معينة، فيك تشوفها بكذا محل. سمير بطل عنا كتير وقت، بس ما في اليوم هيك اخلص الانترفيو دون ما أسألك عن طرابلس. انت ابن طرابلس وشركتك هونيك، وبعرف انه عندك هيك عاطفه خاصه لمنطقه الشمال ولطرابلس. بس هيك بكلمتين، كيف الانتربرنور الايكو سيستم بطرابلس؟ هل في مستقبل للايكو سيستم بطرابلس؟ وفي كثير قصص عم تتغير هونيك كايكو سيستم، عم بينبنى ايكو سيستم. انت كيف شايف المستقبل؟ هلا اذا بنطلع بالترند، يعني اذا بنحكي 3 years ago relative لليوم، بتقول انت انه التحسن 6-7 times 600-700% بسهوله. يعني اليوم صار عندنا اكسلريتر بطرابلس البوستر 06، تريبل انتربرينورز كلوب لما اخر مره عمل اخر ميتنج بمعرض رشيد كرامي جاب عليه اكثر من 1000 اتندنس بين entrepreneurs و entrepreneurs و students عم يشوفوا و investors و VCs اجوا من بيروت و accelerators. فاليوم الكوميونيتي، ونحن كوميونيتي كتير قريبة وكلياتنا عنا هيدا الشيء الصغير، ما بعرف ليش، يمكن كل واحد لمدينته هيك، بس بحس نحن كمان هيك لطرابلس، فقراب من بعض، قلوبنا قراب وعقولنا قراب من بعض، وعنا نفس الأوبجكتيف ومنساعد بعض كتير، وعنا هيدي الميل ليست ومندل فلان عم يدور على هيك، وفيك تساعد فلان بكذا، وخلينا نطلع خلينا نطلع فيديوز. هلا اخر صار عم نطلع فيديوز مشان بنسميهم ويك، هيدا باي ويكلي ميت ابس، مشان نجمع هيك بعضنا وكل واحد شو تعلم شيء جديد، والكونكشنز اكيد، وكول فلان وايميل وريكومنديشن. فنحن هيك ليتل جروب عم نحاول نساعد بعض، نحط ايدينا بايدين بعض لمنطقتنا الشمال اجمالا ولا لبنان بشكل عام. اليوم اكيد عم ينفتح فرص عمل جديده، يعني نيوتك امنت فرص عمل. اللي حلو بنيوتك اليوم انه في عندها من عكار عم يشتغلوا فيه بالتيم، ومن زغرتا ومن الضنية ومن البترون، يعني من الكورة، كل مناطق الشمال، ومن طرابلس أكيد، من كل مناطق الشمال عم يكون هالهب هيدا موجود. بدنا نشوف أكتر examples، لأنه مثل ما قلنا بدنا يكون لنا زملاء أكتر ماشيين على خط هو parallel، يمروا بمشاكل يمكن نمر نحن فيها، أو العكس لنضل نفيد بعض عن قريب. ما ضروري بدنا نتابع بلومبرغ ولا الأمريكان شو عم يعملوا لنفهم كيف نمشي لقدام. شغلة كتير مهمة قلتها، لأنه ما ننسى أنه آخر نهار الإيكو سيستم لبنان، الاقتصاد منه بس بيروت وجبل لبنان، يعني هي في طرابلس، في جنوب، في مناطق، في البقاع، في مناطق كتير بلبنان لازم كمان تنمو، ولازم يكون كمان هالتكنولوجيكال وهالإنوفيشن الثورة بالموضوع توصل على كل هالمناطق. وأكيد أنت كسمير وكنيوتك عم تعملوا الكونتريبيوشن تبعيتكم لمنطقة الشمال. أنا بدلني بقول للفاوندينج تيم أنه نيوتك رسالة، وبدلني عطول بذكرهم بهالموضوع أنه نحن رسالة. وبهالرسالة هن هي الانترفيو. مرسي كتير سمير، وعلى أمل نرجع نقعد لنحكي أكتر عن كيف بتكون تطورت من هون لوقتها نيوتك. شكرا لك ولا سمارت توك. Thank you.